السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على الثورة، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الداعية الدكتور صفوت حجازي أحد قيادات ورموز الثورة المصرية. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. توقفنا في الحلقة الماضية عند صبيحة الثلاثاء الأربعاء 2 فبراير 2011 أو ما سمي بموقعة الجمل إعلاميا أو موقعة الجحش كما أطلق عليه صور التحرير. اليوم ده كان صبيحة الخطاب العاطفي اللي ألقاه حسني مبارك مساء الثلاثاء، واللي انقسم فيه المصريين نصفين، نصف بعاطفته قال ندعو يكمل حتى نهاية فترته الرئاسية، بينما قسم آخر قال لابد أن يرحل لأنه قاتل ومجرم ويعني يديه ملطخة بدماء الشهداء. يوم الأربع بالنهار الساعة 7 الصبح كان العدد قليل جدا، يعني يمكن كان أقل يوم بالنهار، يعني كام يعني ما يزيدش عن 20,000. احنا اللي كان بايت يوم الثلاث يعني ما بين 10-15,000 معتدين، ان ابتداء من الساعة 7 الصبح يبدأ الناس يجوا لغاية الساعة 8-8:30، مش الكثافة اللي احنا معتدينها. لغاية صلاة الظهر تقريبا برضو العدد يعني وصل 50,000-60,000 بعد ما كنا يوم الثلاث مليون. احنا كنا لينا طريقة بنعد بيها. قل، لان برضو في ناس، الناس بتقول ازاي كانوا بيعرفوا العدد وصل مليون. احنا كان عندنا اللجنة الهندسية دي يعني طريقة علمية يعني. مهندسين، مجموعة مهندسين. احنا عملنا دورات مياه في ميدان التحرير. عملتوها ازاي؟ بدأنا نجيب كرفانات خشب، في حد اسمه عبد الرحمن حمدي، وبدأنا نجيب النجارين اللي في الميدان. الميدان فيه كل أنواع المهن، مجرد ما نطلع في الميكروفون يا جماعة لو عاوزين نجارين يروحوا المكان الفلاني، عاوزين سباكين يروحوا المكان الفلاني. هي دي، لأن دي ثورة شعب، فمهم تشير للنقطة دي، لأن كنت بقابل ناس من كل فئات المجتمع. كل فئات المجتمع. احنا بصيت لقيت جاي واحد معاه حوالي 20-30 واحد، قال له دكتور انت قاعدين تقولوا نجارين وسباكين وحدادين، مش عاوزين نقاشين؟ قلت له لا والله مش عاوزين نقاشين، مش هندهن ميدان التحرير. فعملنا، على فكرة معظم العمال اللي اشتغلوا في بيتي قابلتهم في الميدان. انا كنت بقابل، احنا اصلا عندي شركة مقاولات، فبقابل الناس العمال اللي معانا واللي بيشتغلوا معايا والحدادين والنجارين موجودين في الميدان. فكنا رحنا بالحاجات، بعض المواد اللي من عند مخزن المقاولين العرب والمشروع اللي بيبنوه، عملنا دورات مياه، عملنا يعني في الميدان يعني مستمرة الدولة زي ما هي جمهورية ميدان التحرير. جمهورية ميدان التحرير، وكل ما مشكلة تظهر بتتحل. فكنا كانت مشكلة دورات المياه المليون بني آدم دول هيروحوا فين بالضبط، ودي عملناها من يعني الحكومة السعودية ظلت تعاني سنوات طويلة عشان العدد تقريبا يعني قرب اللي بيتواجد في ميناء. بدأنا نعملها من يوم الثلاث اللي هو يوم 1 فبراير. لما لقينا المليون بالنهار مفيش غير دورة مياه واحدة اللي هي دورات مياه مسجد عمر مكرم. نعم. وبدأت في مشكلة فعلا. كان في دورات مياه عمومية في امتداد شارع باب اللوق، بس طبعا كانوا البلطجيه هناك. كان في نوعين، كان في باب اللوق في دورات مياه عموميه، وفي ميدان عبد المنعم رياض دورات مياه عموميه، بس دي كانت في نطاق سيطره قوات البلطجه. فعملنا دورات المياه. المهندسين، انا برضو عايز اقول حاجه، كان في ناس كتير عشان يحلوا المشكله دي وانا واحد منهم، شربت مياه وبدون اكل غير مره واحده واكل بسيط. لكن الناس اللي بتبات، لقيت ناس كتير بتعمل كده. بس لازم نحلها. فجات الفكرة دي لشاب أظن اسمه حسام مهندس، وجمع مجموعة من المهندسين وعمل الدورات دهيا، وقسم الميدان لقطاعات وعمل للميدان خريطة دقيقة جدا وخريطة كبيرة على ورق،
وبدأ يحسب يعني القطاع ده لما يمتلئ ياخد عدد المنطقة ديت لما تتملأ يبقى العدد اللي فيها كذا 50,000 100,000 فيجي آخر النهار يقول لنا العدد التقريبي كده العدد التقريبي قد كده. فكان عدد اللي موجودين لأن كان في وسائل الإعلام الرسمية والحكومية وبعض المراسلين وكده كانوا يقولوا مثلا موجود في الميدان 30,000 50,000 ويطلعوا الناس اللي في الميدان يقولوا لا احنا 300,000 احنا 500,000 بالظبط. فالفوارق بتكون هائلة جدا. فعشان كده بسألك على أي أساس كنتوا بتحددوا العدد؟ كنا بنحددها على أساس القطاعات الهندسية دي والمهندسين هم اللي كانوا بيحسبوها ويمشوا ويلفوا في الميدان. وكان في عمارة فندق انت حنان كنت تقول لي انت تقدر العدد بكام تسألني فندي لك رقم ما بحبش أبالغ يعني انزل بالعدد انت تسكت لان احنا حضرتك كان عندنا فندق ورا المنصة اسمه اكرم ان كنا نطلع فوق ده عالي وفي الدور الاخير نطلع فوق يعني كان المهندسين يطلعوا يبصوا على الميدان علشان يقدروا المساحة وانا كنت اطلع فوق ابص اشوف الميدان شكله ايه. احنا حضرتك البليونية بتاعت يوم الثلاثة اللي هو 1 فبراير الميدان مليان لغاية كوبري قصر النيل وكوبري قصر النيل مليان عمر مكرم مليان لغاية الحواجز بتاعت السفارة يعني قيل العدد عدى المليون في دي يعني التقدير اللي عندنا كان يعني هو تقدير في نسبة خطأ كنا طبعا. دايما بنقول يعني من 900 المليون في يوم الثلاثة اللي هو 1 فبراير وده كان أول مرة ميدان التحرير يمتلئ ويبقى فيه مليونية في تاريخ مصر ولذلك يوم الأربع الصبح الفارق الشاسع حسسنا بالرعب إن لا ده احنا هنتاكل خاصة لما بدأ يجي لنا الكلام إن أنصار الرئيس بيتجمعوا في المهندسين في مصطفى محمود وقالوا لنا إن فيه 400,000 الأخبار بقول لحضرتك الإشاعات بقى احنا بعتنا ناس انا رحت تقدر العدد فقالوا لنا يعني 5,000 كانوا 4,000 تقريبا 4-5 يعني. الشباب لما جون احنا اطمئنينا لكن طبعا الاهرام خرجت يوم الخميس قالت الملايين يخرجون تأييدا لمبارك على 4,000 دول الناس دول كان يعني زي ما بقول لحضرتك لولا أن الله عز وجل أراد لهذه الثورة أن تنتصر فسبب لها الأسباب موقعة الجحش دي كان من أسباب انتصار هذه الثورة فعلاً لو لم تحدث كانت الناس هتنفض تماما إحنا كنا هنبدأ ندور على أماكن نهرب فيها عشان ما نتقتلش الساعة كام جالكوا الإحساس ده؟ جالي الإحساس ده بعد صلاة الظهر لأن كنا معتدين يعني الذروة بيبدأ من الظهر للعصر ويبدأ من بعد العصر العدد يقل فبعد ما صلينا الظهر لا مفيش العدد اللي في الميدان ما يجوش 100,000 أنا عايز أستشهد بحاجة الحقيقة يعني هي مش شخصية ولكن تتعلق بشخص يعني أرعبني يوم الأربع قبل الظهر بشوية قبل صلاة الظهر اللي هو جمال حماد اللي هو كتب البيان الأول لثورة يوليو وأنا من مدة ما كنتش كلمته ففوجئت بيه بيتصل عليا في البيت وهو في شبه رعب أنت فين؟ الثورة بتسرق تعال لي فورا هو طبعا ساكن في المهندسين جنب مصطفى محمود ده اللي خلاني رحت لما رحت له شفت المنطقة هناك وشفت الخيول بقى وهي كانت رايحة على ميدان التحرير وبعدين لما رحت التحرير شفتها بعد كده لكن اليوم ده كل الناس اللي كانت قلوبها متعلقة بالثورة حست ان الثورة انتهت يعني حتى الناس اللي بره التحرير بعد صلاة الظهر اللي حسسني بان فعلا ممكن نفقد كل شيء بس كان عددكم كام في الوقت ده يعني ما يوصلش 100,000 لا 100,000 يبقوا كتير لا ده بالنسبه لنا كان قليل قوي احنا يوم السبت زي ما قلت لحضرتك كان تقريبا حوالي 300,000 يوم الحد من 400 ل 500 600 ويوم الاثنين نفس العدد يوم الثلاث المليون يوم الاربع الصبح
70-80-100 ألف ما تزيدش عن كده. جالي تليفون من أحد رجال الأعمال. الساعة كام؟ الساعة 12:30 يعني ما بين 12 خلي ونص. بالك كل دقيقة هنا ليها توقيت. 12:30 الواحدة. قال لي يا دكتور امشي من الميدان. مين ده؟ بدون ذكر أسماء. ده تبع الحزب الوطني؟ حد من رجال الأعمال المقربين. واحد كبير يعني؟ من المتهمين في الجمل؟ لا. قال لي امشي من الميدان. قلت له في ايه يا فلان بيه؟ قال لي الحزب وصفوت بيه بيحشدوا مليونية وهييجوا يهجموا عليكوا في الميدان ومعاهم جمال وحصنة علشان يحتلوا الميدان واللي هيتمسك منكم هيتقتل. بالنص. انا بقول لك الكلام ده علشان انا خايف عليك. الراجل ده بالنسبة لي صادق جدا وانا اعرفه من قبل كده. من القاهرة هو؟ من القاهرة. انا مش لاقي حد، خايف اقول الكلام لحد الناس تخاف تخاف وتترعب. ولذلك انا بدأت الف في الميدان زي النحلة لوحدك؟ معايا مجموعة شباب بس بلف بقى بدون هتافات بدون حاجة. تلف تعمل ايه؟ انا مش عارف، عاوز اتوقع هم هيجوا منين. الميدان كان فيه متاريس قوية وكان فيه كذا مرحلة للتفتيش وكان فيه سلك شائك. كان السلك الشائك اتحط؟ سلك الشائك كان محطوط، لكن كان حصل حاجة بالليل ان بدأ في الوقت ده حصار ميدان التحرير من خارج الميدان. ما بدأش يدخل أكل. احنا كان بيجينا الأكل ازاي؟ الناس وهي جاية بتجيب معاها أكل. كل الناس صح. الناس وهي جاية بتجيب معانا، بتجيب معاها مية، بيمشوا يوزعوا في يجيبوا الميدان. فاكهة ويمشوا يوزعوا. ابتداء من يوم الثلاث المغرب بدأ الناس اللي بتيجي، واحنا كان عندنا ناس بنخرجها يجيبوا أكل. فوجئنا بالناس في مناطق عابدين بابلوق ما بيردوش يبيعوا لنا. الناس بتوع السندوتشات نفسها ما بيردوش يبيعوا لنا. بدأنا نخرج ناس يروحوا يجيبوا أكل من بره وهم جايين ياخدوا منه. اللجان الشعبية بتاخد الأكل من الناس. وأنا هنا استغربت في حاجة، لأن برضو لما كنت باجي أدخل بالعربية بتاعتي ما كانش حد بيقول بيفتش لي العربية. لقيت بتوع اللجان الشعبية دول بدأوا يفتشوا العربية من يوم الثلاثة، فاشتبكت معاهم فعلا ورفضت. وعرفوني الشباب يعني. وقلت لهم مش هسمح لكم تفتشوا العربية. ففعلا يوم الثلاثة ده حصل معايا. نعم، ده كان بداية سميناها حصار الشعب. يعني أنا قلت له أنت واقف تحرس بيتك مالك ومال العربية اللي ماشية في الشارع؟ نعم، حصار شعب أبي طالب. أنا سميته كده. أنا أول مرة أفهمها الوقت. لا ده وإحنا بتحققنا بقى الموضوع. أنا لما قالوا لي الولاد الكلام ده يوم الثلاث قبل الخطاب وقالوا لي الكلام ده، فخرجت من الميدان ورحت مشيت ناحية العجوزة وأنا راجع ولفيت اشتريت كراتين مية ولفيت عشان أتأكد الكلام ده صحيح ولا لا. لقيت اللجنة الشعبية وقفتني وبيفتشوا العربية واتخانقت معاهم وعملت معاهم مشكلة وعرفوني انتوا يا ابني بتعملوا كده ليه؟ قالوا لي والله دي تعليمات الجيش. عرفنا ان الجيش الكلام ده بدأ يظهر في الميدان، ان الجيش مانع الناس من الأكل مع الخطاب ومع انصراف الناس، فبقى عندنا إحساس ان الجيش هينقلب علينا. نعم، والجيش كان واخد موقف لا مع ولا ضد، محايد تماما. احنا عرفنا بقى بعد كده ان الجيش جات له اشاعة ان في اكل مسموم هيدخل الميدان عشان يموتوا الناس اللي في الميدان. ولذلك كانوا مش بيفتشوا، ده كانوا بيمنعوا دخول الاكل، دخول الاكل النهائي عشان كده. فكان بقى يعني اجتمع علينا كل هذه العوامل يوم الاربع الصبح، والعدد القليل والمكالمة بتاعت التليفون ديت. والراجل بالنسبة لي، احنا كانت مكالمات التليفون خدنا عهد وتعاهدنا ان احنا لا نستمع الى اي مكالمة تليفون ولا يعني أي في حرب اشاعات موجود تماما. فانا
مش قادر أصدق إن دي حرب إشاعة وإن فلان ده ممكن تكون دي إشاعة، وفي نفس الوقت مش عارف أعمل إيه. فبدأت ألف في الميدان كل همي أنا وأحمد توفيق وحمزة والشباب اللي معانا إن إحنا نقوي المتاريس. الناس هنا في الميدان يوم الثلاث بعد الظهر قبل الموقع قبل الهجوم بشوية، يوم الأربع، يوم الأربع عفوا 2 فبراير، الناس كانت بتتكلم في إيه؟ لأن هنا كان في انقسام كبير. إن معظم الناس اللي كانوا جايين، أنا بقول لحضرتك إحنا كان عددنا من 70 ل 80 100 ألف أقصى حاجة، معظم الناس اللي جايين هم آباء وأمهات الشباب جايين يقنعوهم يمشوا، جايين يقنعوهم يمشوا، أيوة جايين يقنعوهم يمشوا. ولذلك في الوقت ده كان في الميدان كمية نساء أكتر بالكتير من المعتاد، لأن دول أمهات الشباب اللي موجودين. كان كل همنا ان احنا نقوي الـ 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 المجموعة الموجودة المتاريس. يعني اسمح لي هنا، احنا لو قلنا 70 ألف هنقول نصهم معتصمين ونصهم اهالي جايين يقنعوا أولادهم ان هم يروحوا. لا، اقل من النص معتصمين. معتصمين ما يجيش 20 يعني ألف. المجموعة اللي نامت تقريبا وجالهم 5000 كمان، والباقيين دول اهاليهم وقرايبهم جايين يقنعوا، اهالي وناس جاية تتفرج. والناس اللي كانوا بيجوا يتفرجوا دول كانوا كتير مش قليلين. ياخد لفة ويمشي. بالظبط. احنا حضرتك بعدها الساعة واحدة تقريبا جالي تليفون تاني من نفس الراجل. قال يا دكتور هيجوا من عند عبد المنعم رياض وكوبري 6 أكتوبر. ولذلك بدأنا احنا تأول متاريس بدري، نأول متاريس يدوب ما لحقناش. وانا رايح ناحية عبد المنعم رياض بروح وباجي وبنحمس الناس وبنحفز الناس، بس مش قادرين نقول لهم ايه اللي هيحصل. انا قلت لكذا حد من اللي جنبي، وكانت الخطة بتاعتهم ان الجمال والبغال والفرساء والحصينة هتهجم على الميدان، الناس اللي في الميدان هيجروا وهيتفرقوا، المجموعات البشرية 10,000 ولا 20,000 ولا 100,000 اللي هم جايين بمجرد الحصنة والجمال ما هتدخل، هم بيدخلوا وراهم. ده التفكير الحرب القديم، ده التفكير اللي عندهم، وده اللي كان هيتنفذ. واللي قال الكلام ده هذا الرجل، قاله لك كله الساعة واحدة الضبط، قال لي الكلام ده بالنص. معنى كده ان واحد من وسطهم يعني. ما يعني ما اصل ترتيب الخطة بالشكل ده يعني حد قاعد شايف الخطة. انا بدأت قلت لمجموعة الشباب اللي حواليا ما نشرتهاش، حتى الـ يعني الدكتور أسامة اللي هو مسؤول عن أمن الميدان انا ما قلتلوش، لكن بدأت اقول للناس. ما قلتلوش ليه؟ انا خايف الموضوع يعمل خوف ورعب، يعمل خوف ورعب، فعاوزه في اضيق الحدود. انا اخر مرة رحت ناحية عبد المنعم رياض فوجئت بقى بالحصينة. الهجوم بدأ الساعة كام بالظبط؟ والله انا مش فاكر الساعة كام، 2:30 تقريبا، قبل العصر. قبل العصر، العصر كان مأذن، لان 2:30 ده انا كنت موجود في الحتة دي ومعرفتش ادخل بقى بسبب بدأ كده في الحدود ديت. دي هنا في اللحظة دي يعني سبحان الله الفطرة بتاعت الناس، الحصنة والخيل والكلام ده، الكادر بتاع الكاميرات مش جايب كل المنظر. نعم، ده هما كانت كمية من الجمال والحصنة، حتى كل اللي طلع في التلفزيونات ما جابش حقيقة اللي الناس. لا لا، ده كمية أكتر يعني. أنا إحنا خدنا 12 جحش يعني. هنا كان في حمير، حمير وجحاش، الجحاش اللي الحمار الصغير يعني، أو وبغال يسموه، وبغال وحصنة وجمال. وجمال كل أنواع القرون الوسطى. والعيال اللي ركبينهم عيال يعني ما تعرفش سبحان الله يعني سحنتهم شكلها إيه. احنا دوب أنا ده المشهد اللي أنا شفته. أنت شفت دول هجمين مرة واحدة؟ أنا رايح ناحية الميدان عبد المنعم رياض أحفز الناس وأقف معاهم. اول ما وصلت قبل ما اوصل المتحف
قبل ما اوصل المسلة اللي موجودة قدام المتحف لقيت الجمال والحصينة هجمة. كان معايا شاب اسمه خالد، نطينا وقفنا فوق خزان مية بتاع المقاولين العرب اللي في المشروع اللي بيعمله. انا فوجئت بخالد. خالد ده اظنه من المنيا، وزنه ما يجيش 40-50 كيلو، ناطط من فوق الخزان على جمل بيجري، نط على رقبة الجمل، خد راس الجمل وتناها ووقع الجمل وخالد فوقيه. الشباب جم واقعين كلهم فوق الجمل مكتفين الجمل والتكبيرات. المنظر ده ما اتصورش. المنظر ده موجود في بعض الناس صورته. لما الناس كبرت الميدان، الميدان جوه بقى هناك ناحية عبد المنعم رياض، ناحية عمر مكرم وقصر النيل والقصر العيني جوه خالص دي، وعند مش حاسين ايه اللي بيحصل في المنطقة عند عبد المنعم رياض. فلما التكبير علي الناس جت، الناس بدأت جت. احنا كنا بنعمل ايه لما يبقى في دفعات هجوم؟ كان في مجموعة موجودة كنا مسمينهم مطبلاتية. المطبلاتية دول اللي طول الوقت ماسكين حديدة، وطول اول ما يبقى فيه هجوم يخبطوا على السور الحديد نعرف ان فيه طبول الحرب. طبول الحرب هم ما خبطوش لان المفاجأة اسرع الحرب. واحنا ما كناش بالنهار، كان بيبقى الجو هادي شوية. عادة البلطجية بيجوا بالليل بالظبط، فما لحقوش يخبطوا. فالتكبير خلى الناس تشعر بان فيه هجوم. الحصينة لما دخلت الناس اللي جايين بقى وراهم الخمس تلاف ولا السبع تلاف اتأخروا لحظة، فبدأ الشباب بتوعنا يقفلوا على الحصينة على الحصينة جوه، وبدأوا يقفوا قدام البلطجية اللي على رجليها. البلطجية واللي كانوا جايين المشاة دول أغلبهم مش بلطجية، لا ده أغلبهم ناس جايين من الشركات بتوع رجال الأعمال، ولذلك هربوا مع الضرب جريو. مجرد الشباب بتوعنا ما طلعوا عليهم جريو، ودي في بعض اللقطات مبينة الكلام ده. أنا فضلت واقف على الخزان، حصان معدي، أنا فجأة لقيت نفسي فوق الحصان. ما تعرفش إزاي؟ أنا عمري ما ركبت حصان، أول مرة في حياتي اركب حصان. نطيت من الخزان على الحصان؟ نطيت. والحصان كان عليه حد؟ والحصان كان عليه ولد، وقعته وبدا الحصان يجري بيا، بقيت انا البلطجي. لا انت مش عارف اوقفه. انا عمري ما ركبت حصان، لغايه ما شاب من الشباب بتوعنا مسك الحصان ودخلنا في الزحمه، فالحصان هدي. لما الجمل وقع اللي وقعه خالد والناس كبرت، امهات واباء الولاد بدأوا ييجوا علشان ناحية عبد المنعم رياض يدافعوا عن ولادهم. الولد اللي خد الحصان ده مسك الحصان وثبته وبدأ اللي انت كنت راكبه اللي انا كنت راكبه، وبدأ يلف بيا الميدان، وبدأت اهتف من فوق الحصان. دي كان طبعا كان ليها فعل السحر عند الناس. الناس ولعت. وانت بتقول ايه في الهتاف؟ كنت بعتي في الهتافات المعتادة بتاعتنا، يسقط يسقط حسن مبارك، والهتافات المعتادة، وبس كان معظمها التكبير، كان معظمها التكبير. والشباب بقى اللي عند قصر النيل بدأوا ييجوا، وبدأوا الدنيا خلاص، والحصينة دخلت. الجمال صحيح وصلت لحد عمر مكرم أو لجوه؟ لا لا لا، وصلت لغاية الصينية. لغاية الصينية. وكتير من الحصانة اللي خدوها الناس والولاد رجعوا العربية، الولاد اتمسكوا، العيال اللي كانوا على الحصانة اتمسكوا ودخلوا السجن اللي احنا كنا عاملينه في محطة الأنفاق في مداخل المترو، وبدأنا ندخل الحصانة والجمال اللي معانا في ناحية عمر أفندي اللي عند شارع طلعت حرب. كان شاب اسمه مصطفى هويدي، كان هو اللي ماسك. قالوا لي تعالى شوف الغنائم، كانوا قالوا لي سبع خيول وحاجات كده، بس انا مره بقيت الحصينه كانت ورا الناس بتوعهم، فجريوا ورا تاني.
يعني الدخلة الأولى ديت لما تهزموا فيها وسيطرتوا على الموقف اللي ورا تهز وخاف ده ما استغرقش ربع ساعة. كل المشهد ده ما استغرقش ربع ساعة، والتانيين بدأوا جريوا وخافوا، وهم كانوا اقتحموا المتراس الأولاني والتاني ورجعوا تاني جري، وبدأ الشباب بتوعنا يسيطروا على المتراس التاني والأولاني. كان مرة في إصابات بينكم في الوقت ده؟ لا ما كانش فيه إصابات، لكن بدأوا الناس دول يمشوا ورا كوبري 6 أكتوبر. احنا اخر متراس عندنا كان عند تمثال عبد المنعم رياض، فبدأ الناس يمشوا ورا الكوبري، وبدأ يتقدم قدام مجموعات بقى من البلطجية ويطلعوا فوق كوبري 6 أكتوبر. انا شفت المتراس ده من على الكوبري وقلت ليه هما متقدمين وفي مرمن، لان لقيت بلطجية على الكوبري وناس جم يضربوني انا كمان وناس تانيين زقوني ومشيت. المتراس ده والناس دول كانوا في مرمى البلطجية اللي على الكوبري. ليه احنا عاملين المتراس قدام؟ المتراس ده كان ورا، كان في عمارتين على اليمين على الشارع اللي هما من شارع شامبليون بعد شامبليون على الشارع. العمارتين دول يوم يعني كان من أقصى الأيام عندنا في الضرب، كان يوم الاثنين، ودي كانت قنابل المولوتوف، كانوا بيطلعوا فوق ويضربوا، بيطلعوا جوه العمارات ديت ويضربوا علينا. والعمارات دي كانت يوم الجمل، كانت من الـ الأماكن الاستراتيجية في ساعتها. بالضبط. فإحنا قدمنا المتراس عشان تحافظوا على دول، علشان ندخل العمارتين دول جوه النطاق بتاعنا. ده تفكير بقى يعني العسكري. أيوة والتفكير الاستراتيجي بتاع الشباب بالفطرة. يعني يوم تقديم المتراس ده كانت مشكلة، والشباب اتخانقوا ورحت وأنا مش عاوزهم يقدموا المتراس، والدكتور أسامة مش عاوز، وفي النهاية هم الشباب لا قدموه وخلاص. يعني وكان تقديمه مصلحة لينا، علشان العمارتين دول كان يعني كان مصدر، والسيطرة على العمارتين دول طول الليل كان هو هدف استراتيجي للطرفين. بالضبط بالضبط. بالنهار يوم الأربع ما حصلش الخسائر، لكن يوم الأربع بالليل بقى. امتى بدأت بقى معركة الحجارة والرخام يوم الأربع المغرب. المغرب بالضبط، مجرد ما صلينا المغرب أو قبل ما نصلي المغرب، عربيات نقل بتفضي حجارة على كوبري 6 أكتوبر. دي احنا ودي اتصورت شايفينها. والحجارة دي كسر رخام. كسر رخام هو قطعة من الرخام بتبقى عادة حروفها حادة جدا. بالضبط. يعني انا اظن ان هي متكسرة في محاجر مخصوص يعني. الكسر الرخام او الرخامة لما تيجي في الراس غير لما تيجي طوبة. فده الفرق بين الاثنين. لا الطوبة ممكن تتكسر، الرخامة بتفتح. الرخامة ما بتتكسرش ووزنها تقيل. يعني انت لو جبت طوبة بنفس الحجم ده وجبت رخامة بنفس الحجم ده، الرخامة وزنها ممكن 4 أضعاف الطوبة، ممكن تقتل. وده اللي حصل. احنا يوم الاربع تقريبا بالليل ابتداء من المغرب لغاية فجر الاربع ميت 18 واحد او 16 واحد. هو هنا المعركة دي كانت على جزئين، كانت على مرحلتين. بالضبط. مرحلة بدأت من المغرب للساعة، لا على 3 مراحل. على 3 مراحل. مرحلة الجمال في الجمال الأول. دي ودي قضيتوا عليها في ربع ساعة نص ساعة. بالضبط بالضبط. وهزموا هزيمة نكراء وأخذتم غنائمة. بالضبط. المعركة الثانية كانت معركة البلطجية والطوب، ودي بدأت من المغرب. من المغرب لغاية الساعة 12 بالليل تقريبا. 12 بالليل. بعد دي كانت مولوتوف وطوب. مولوتوف وطوب. وبعد الساعة 12 بالليل بدأ ضرب الرصاص. أنا هنا من المغرب للساعة 12، قل لي تفاصيل المعركة دي إيه وإزاي الناس صمدت في الميدان قعدت. ال- 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 اليوم ده أما أزاعت الأخبار والجزيرة كانت بتنقل على الهواء. الجزيرة بتنقل على الهواء، وإحنا عملنا حاجات يعني قصص كبيرة جوه الميدان مع الجزيرة، وكان في محطة بس والكلام ده كله. في ناس مشوا وجريوا وخافوا، وفي ناس بدأت تيجي من البيوت، لكن العدد ما كانش برضو يعني ما وصلنا بالليل من المغرب. برضو الدخول كان صعب، لأن أنا حاولت أدخل الميدان من عدة شوارع ما عرفتش. الجيش بدأ يمنع الناس من الدخول. نعم.
خوفا يعني كما قيل لنا من زيادة عدد القتلى، لأن هم يعني خلاص خلوا اللي جوه دول. الجيش كان بيقول كده، ده اللي قدامنا. لكن برضو أخذ عليه الموقف السلبي من أنه شايف ناس جاية تقتل ناس وواقفين يتفرجوا. خليني أقول لحضرتك أن في يعني في 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 ميدان طلعت حرب كان في ضابط اسمه ماجد مسيحي، يعني إحنا سميناه ماجد قلب الأسد. ماجد ده وقف وسط شارع طلعت حرب بين المتاريس بتاعتنا وضرب نار في الهواء، ودي كانت أول مرة يضرب نار في الهواء. ده كان بعد صلاة العشاء، لأن كان برضو ده مكان رئيسي لهجوم البلطجية جدا، وقدروا يجتاحوا المتراس الأولاني فضرب نار في المكان ده. المتراس الأولاني عند شارع البستان تقريبا كان. المتراس الأولاني لا كان عند بعد الميدان بشوية صغير. بالضبط. وضرب نار في ميدان عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض برضو الجيش ضرب نار يوم الأربع على أساس أنه هو يصرف البلطجية، لأن هم بعد المغرب بدأوا بأعداد كثيفة من تحت الكوبري يزحفوا علينا، وبدأ الناس بتوعنا يتراجعوا. نعم. ده لغاية الساعة 12 بالليل. في الوقت ده كان احنا خايفين، بدأ ودي كان أول ليلة البلطجية يبقوا موجودين من كل الاتجاهات في وقت واحد ما عدا القصر العيني وعمر مكرم وقصر النيل. قصر العيني ما كانش بيجي بلطجية خالص، لأن ده كان مكان سيطرة للجيش، كان قافله عشان مجلس الشعب ومجلس الوزراء. بالظبط بالظبط. لكن كان محمد محمود، شارع التحرير، طلعت حرب، شامبليون، صبرا، كل في نفس الوقت. وده كان يعني احنا كان الشباب لما بيضربوا طبول الحرب ما بنبقاش عارفين الضربة هنروح فين. وفي الوقت ده كان المنصة ما بتعملش اي حاجة غير يا جماعة الشباب يروحوا جبهة طلعت حرب. الشباب ده لغاية حولت الى 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 يعني جبهة قتال حقيقية. جبهة قتال حقيقية. وبدأنا احنا نفكر. لا اسمعني هنا قبل ما تفكر، احكي لي كده بعض القصص، لان انت كان لك دور رئيسي جدا وحاسم وفي تحميس الشباب، وفي شباب استشهدوا على ايديك كتير. هو ده بعد الساعه 12. بعد الساعه 12 بالليل. لكن في الجزء الاول من المعركه، لا في الجزء الاول من المعركه كانت المعركه كل اهمنا فيها هي الاعداد الغفيره اللي بيهاجمونا من البلطجيه. من البلطجيه. وكان هنا الهجوم فقط بالرخام. بالرخام فقط، وبيحاقوا معاهم سيوف. والمولوتوف بدا بدري. والمولوتوف بدا من على الكوبري. ومعاهم سيوف بيحاولوا يقتحموا بيها الـ 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 الناس بتوعنا. كل وسائل العصر الحجري استخدمت. بالضبط. وإحنا كنا بنعاني من مشكلتين، مشكلة نقص العدد ومشكلة السلاح. إحنا ما عندناش طوب، ما عندناش حجارة، مش يعني ومعتدين. هنا السلاح بقى هو الطوب. هو الطوب، إحنا بالنسبة لنا الطوب. وبدأ يبقى في عندنا مجموعات، دول سميناهم مجموعات الامداد. ايوه قسمتوا الناس بقى. قسمنا الناس الرجاله الكبار والستات، دول كانوا بيخلعوا البلاط اللي موجود في الارصفه وبيكسروه. هنا كل الناس اللي في الميدان اللي جايه تقول لاولادها روحوا خلاص. هنا قلبوا بقوا بيدافعوا عن الميدان. بالظبط. واحنا بقى بصراحه يعني الجزيره يعني مباشر كانت قايمة بدور ضخم جدا. بدأنا نتكلم بقى في استغاثات بالأهالي وبالناس. كانت الجزيرة تقريبا هي مصدر الناس في المعلومة. الناس قعدت قدام التلفزيون اللي معرفتش تدخل الميدان، يعني كان ده مصدرها الرئيسي. ويوميها كان السقوط الشنيع للتلفزيون المصري اللي مصور كوبري قصر النيل والحبيبة ماشيين عليه. احنا قسمنا المجموعات بقى لمجموعات. ما كانش فيه حبيبة، الدنيا كانت لا، دي كانت صورة قديمة جايبينها. بدأنا نقسم الناس مجموعات، الناس الكبيرة والستات بيكسروا الحجارة وبيخلعوا البلاط، ناس بتشيل الحجارة من عند عمر مكرم ومن عند مجمع التحرير ومن عند الجامعة الأمريكية يوزعوها على الجبهات. الناس كانوا بيشيلوا
الحجارة في قمصانهم وفي هدومهم، يعني القميص في الحزام وماليين اجسامهم جوه، ويروحوا ويجي تلاقي الاخ ماشي عرضه قد كده مليان طوب، والستات في الخمارات بتاعتهم وفي الحجبة، ودول بيودوها عند الجبهة. مجموعة تانية بتلم الطوب اللي احنا بنتحدف بيه علشان نوديها، ودي فيها خطورة شوية. ودول كانوا بصراحة مجموعة من الشباب، انا مع يعني الى الان انا مش متخيل قلبهم كان شكله ايه. طبعا هنا ظهرت بقى اختراعات ازاي الشباب يحمي راسه دي، فظهرت فيها طرائف المصريين في وسط الهم ده. انا واحد من الناس لقيت الشباب جايبين لي حلة ملبسينها لي، انا عند عبد المنعم رياض. لأن عندك صورة بالحلة دي؟ عندي اظن في صورة. طيب وبعد كده جابوا لي خوزة، اعتقد شفت صورتك بالخوزة، خوزة صفرة. وانا يعني بنتقل بقى من عبد المنعم رياض لقصر النيل لشامبليون. ايه نوعية الاصابات اللي كنت بتشوفها في المعركة التانية دي؟ كان كله بالطوب بقى، اللي واخد طوبة في دماغه، اللي واخد طوبة في قرطه، في رجله، ناس عينيها برضو، ناس اتفقع عينيها، ويعني كله يعني غالب الناس. احنا في اليوم ده تقريبا كان عدد الاصابات فوق 2000، يعني كنت تلاقي ماشيين في الميدان ناس مربطة دماغها. بدأ الناس يحسوا، او بعد الساعة 12 بالليل بدأ الناس تضعف، وبدأنا نعمل ورديات، ايديها بدأت توجعهم من ضرب الطوب، بدأنا نعمل ورديات، لقيت الناس يعني محتاجين تحميس، اختفيت. هنا طلعت اشاعات ان في الاف الاخوان دخلوا ناس بالالاف، ما هي دي لما اختفيت طلعت اشاعة ان الدكتور صفوت حجازي خرج ورايح راجع معاه 5000 واحد، ودكتور بلتاجي راجع ومعاه 10000 واحد جايين من شبرا. سربنا الاشاعة دي، احنا اللي سربناها جوه الميدان. رتبتها مع الدكتور بلتاجي؟ وبدأنا. دكتور بلتاجي هو يعني من شبرا نائب الاخوان كان في مجلس الشعب. وحقيقة جملة بقولها للتاريخ، لولا ان الله عز وجل ثبت شباب الاخوان في هذه الليلة وطوال الليالي، كان الناس اللي في الميدان اتذبحوا. كل الناس اللي في الميدان يعني من كل الاتجاهات قالوا الكلام ده. ده كلام يعني لا يخفيه الا يعني حاقد او مخادع. انا رحت ناحية قصر النيل، كبرى قصر النيل، وناحية عمر مكرم، ودول كان في كمية كبيرة من الشباب هناك محافظين على مسجد عمر مكرم علشان كان في النساء موجودين هناك. فبدأت اجيبهم، انا كان مجرد ما الشباب يشيلوني وابدأ الف، الشباب يتلموا ورايا ويمشوا ورايا على الاتجاه اللي انا موديهم. فجيت واخد كمية ضخمة من الشباب من عند عمر مكرم ومن عند قصر النيل، وجينا رايحين على ميدان عبد المنعم رياض بالهتاف الصوت الشديد، يعني علي الصوت علي الصوت، يعني اللي هيهتف مش هيهتف. لا ده كنا بنقول علي الصوت علي الصوت، خلي يسمع في تل أبيب. والشباب بمجرد ما وصلنا عند عبد المنعم رياض، الله كده أكبر. انت كده جبت الخمس تلاف بتوعك. طبعا الشباب اول ما شافوا صفوت حجازي جاي والمدد، حضرتك الولاد بتوعنا طلعوا فوق كوبري 6 اكتوبر من الهجوم اللي عملوه المضاد، من الهجوم ولادنا طلعوا ورا البلطجية 6 اكتوبر. كانت الموقف ده اظن كان الساعة 12 ونص، يعني حمس الشباب بطريقة رهيبة. دكتور بلتاجي عمل نفس دكتور الحكاية. بلتاجي عمل نفس القصة. الناس هنا الانهاك والحالة النفسية كان شكلها ايه؟ بمجرد ما شافوا المدد اللي جاي، الشباب كأنهم عفاريت. وانتوا ما فيش مدد ولا حاجة، ده هم انت عملت تحريك للقوات جوه ولا المدد. اي حاجة ولا مدد ولا اي حاجة، ما كانش حد عارف يدخل الميدان. بالظبط. قبل المدد ده تقريبا الساعة 10 بالليل، يعني كان في موقف عجيب. ايه هو؟ قدام هارديز جنب المنصة، انا خارج كده من عند المنصة، لقيت واحدة ست، دي على ناصية شارع محمد محمود مع الجامعة الامريكية. لقيت واحدة ست قاعدة على الرصيف بتخلع البلاط وبتكسر وبتقول يا رب طوبة من دول تيجي في دماغ اللي قتل ابني.
أنا الكلمة دي سمعتها وأنا ماشي فوقفت فلقيتها كررت نفس الجملة ومرة تالتة، فجيت قاعد جنبيها وهي قاعدة ست لابسة عباية سودة عمرها فوق 60 سنة ولابسة حجاب بتاعها، بقول لها هو مين اللي قتل ابنك؟ فبصت لي كده قالت لي مش انت صفوت حجازي اللي بيطلع في التلفزيون؟ قلت لها ايوه. قالت لي دم ابني في رقبتك. انا اترعبت، قلت لها مين ابنك ودم في رقبتي ليه؟ قالت لي ابني اسمه محمود وهو ابني الوحيد، ومن يوم الجمعة وهو عاوز يجي ميدان التحرير وانا منعاه، لغاية امبارح شفناك على الجزيرة وانا بحبك وابني بيحبك، ابني كل ما يعوز يخرج اقول له يا ابني المشايخ بيقولوا حرام ما تخرجش، فلما شفناك في الجزيرة ابني قال لي اهو الشيخ صفوت. فالست قالت له خلاص اخرج. فجاه يوم الثلاث الميدان في المليونية، يوم الاربع ده كان من اوائل الشباب اللي ماتوا بالطوب. في مجموعة ماتت مبكر جدا. اربعة خمسة تلاتة ودول ماتوا بالطوب، ده واحد منهم. يعني الطوبة تيجي في المخ او في الطوبة جت في دماغه مخه بره. يعني انا شفته ابني جه، ومن شويه اولادي زمايله قالوا لي ان ابنك ان محمود مات وودوه مشرحه زينهم، وانا رحت شفته في مشرحه زينهم، وانا جايه هنا مش ماشيه غير لما تجيبوا لي جثه من اللي قتلوا لابني ودمه يعني في رقبتك. ده ام لسه مكلومه اللحظه. يعني جات الميدان ما بقى لها الساعة. أم محمود دي شفتها الساعة كام دي؟ أنا شفتها الساعة 10:30. ابنها مات تقريبا المغرب. يعني اللي راحت فكرت تدفن ابنها ولا سابته في المشرحة، قالت مش هطلعه مش هدفنه ومش همشي من هنا غير لما أشوف اللي قتل ابني. احنا بالمناسبة مفيش حد من البلطجية مات خالص، مفيش ولا واحد مات. أنا ساعتها حسيت إن أنا شايل هموم الدنيا كلها. لما سمعت الأم دي، لما سمعت الأم بتقول لي دمه في رقبتك، وده اللي خلاني مش عاوز أقول لحضرتك، أنا في اليوم ده كان نفسي قوي أموت علشان ما شيلش دم حد. نفسي كان أموت. ورا نجم كانت بتقول لي جملة، بتقول لي أنا كنت بشوفك في كل مكان فيه موت، بس خسارة يا دكتور ما عرفتش تموت. ودي جملة فعلا ما عرفتش أموت أو ما استاهلش إن أنا أبقى شهيد، لكن كان نفسي فعلا قوي في اليوم ده بعد ما شفت الست دي وبتقول لي دم محمود في رقبتك. كانت أول مرة أكره الحياة بجد. وبالليل الساعة 1 أنا أصريت إن أنا أبقى عند المتراس الأولاني. منعم رياض. عبد المنعم رياض. ده لما المعركة التانية اشتعلت. لما المعركة التانية اشتعلت وبدأ الرصاص وبدأ الكلام ده. في اليوم ده مات 18 واحد، 3 ماتوا بالطوب، و15 او 14 يعني مش متاكدين من الرقم ماتوا بالرصاص. كان منهم شاب اسمه عبد الكريم من الشرقيه، كان واقف في المجموعه اللي انا واقف فيها عند المتراس الاولاني، وبدانا نتعرف على بعض، واحنا كنا بنفضل نحدف لغايه الدراع ما يتملخ
نقعد نريح شوية ومجموعة تانية. كان أزهري بيقول لي دكتور، أو قبل ما يقول لي، طول ما هو قاعد بيحدف طوب قاعد بيقرأ قرآن، كان أظن بيقرأ في سورة الرعد. صوته ما كانش جميل لكن تحس بيه. جينا صلاة الفجر، صلينا الفجر، مجموعة راحت تصلي ومجموعة فضلت في المجموعة اللي معايا، وكل المجموعات بالشكل ده. اتأخروا، لقيت أربع شباب جايين بيقولوا يا دكتور أنت صليت؟ قلت لهم لا ما صليتش. قالوا لي طب قوم صلي وإحنا هنحرسك. قلت لهم تصليتوا؟ قالوا لي لا ما بنصليش. يعني بهزار، ليه يا أولاد ما بتصلوش؟ قالوا عشان إحنا مسيحيين. ده كان موقف يعني مواقف اللي أثرت فيه قوي يعني. وقفنا نصلي ودخلت عبد الكريم يصلي إمام. خلصنا صلاة، عبد الكريم ضير وبيقول لي يا دكتور احنا على حق. قلت له ان شاء الله عبد الكريم احنا على حق. قال لي يعني اللي يموت مننا الليله دي يموت شهيد؟ قلت له ايوه يموت شهيد على ما اعلم. قال لي ايه الدليل؟ احنا قاعدين والضرب شغال، ضرب الرصاص، ضرب الرصاص وضرب الطوب. قلت له انت خرجت ليه؟ قال لي عشان اقول للظالم انت ظالم. قلت له طيب، حديث اللي رواه الحاكم في المستدرك سيد الشهداء حمزة، ورجل قام الى حاكم ظالم فنصحه فقتله. احنا ما قمناش غير عشان نقول للحاكم الظالم انت ظالم فبيقتلنا. فمد ايده، فمدت ايدي ليه. قال لي امانة يا دكتور لو انت مت قبلي سلم لي على سيدنا حمزة. انا بلا شعور قلت له امانة يا عبد الكريم لو مت قبلي احضن لي سيدنا حمزة. سكت عبد الكريم شوية ولقيته قايم، بقوله رايح فين؟ قال لي رايح اسلم لك على سيدنا حمزة. خلصت الكلمة ويدوب وقف، ولقيته وقع فوقية مضروب بطلقة في دماغه. من قناص طبعا، من قناص وقع وشه كله دم. غمضت عينه بإيديا ومسكت ايدي بمسحها في هدومي، شميت من ايدي ريحة مسك. في نفس اللحظة؟ في نفس اللحظة. كبرت في احد الشباب المسيحيين، وطى على عبد الكريم فشم الريحة. انا مش فاكر هو قال الله اكبر وكبر ولا قال اشهد ان لا اله الا الله. انا قعدت ما قدرتش اقوم من مكاني، الشباب جم شالوا عبد الكريم. ما قدرتش اقوم من مكاني من الحزن، مش الحزن على ان عبد الكريم مات، الحزن على ان انا اللي ما متش. لو انا اللي قمت وقفت كانت الرصاصه هتيجي فيا انا وقتها. برضو دي كانت من الحاجات اللي حسستني ان الثوره دي هتنجح،
لما شاب زي ده حافظ كتاب الله عز وجل يموت في الوقت ده وباليقين ده، كلمة أنا رايح أسلم لك على سيدنا حمزة كل ما بفتكرها أنا دلوقتي قاعد وصوته في ودني. تسمح لي نكمل الحلقة الجاية؟ كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الداعية الدكتور صفوت حجازي أحد قيادات ورموز الثورة المصرية. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.